بعد أن استهدفت الدول العربية بالعمليات التخريبية والخلايا الإرهابية، وبعد أن دعمت عشرات الميليشيات لتحقيق أطماعها في المنطقة، إيران تعرض على دول الخليج ما تسميه بمعاهدة عدم الاعتداء. پیشنهادهای متعددی رو جمهوری اسلامی برای گفتگو و همکاری و حتی انعقاد توافق عدم تجاوز با همه کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح کرده و این پیشنهادات کماکان روی میز. المعاهده المزعومه كشفت تناقض النظام الايراني الذي يدعم الارهاب في المنطقه، ثم يعود للحديث عن معاهده عدم اعتداء. الكلام الذي يقوله ظريف يعتقد انه من السهل مخادعه العرب ومخادعه الخليج. القانون الدولي يضمن ان لا يكون هنالك اذيه بين جار وجار دون أن تكون هنالك معاهدات خاصة بالشيء هذا، ولكن إيران تنتهج منذ ثورتها ومنذ أن وضعت في دستورها البند الثاني الذي يقول بتصدير الثورة. هي تضع جميع ما تمتلكه وما يمتلكه الشعب الإيراني فداء لتصدير الثورة. لذلك نحن متضررون سيدي الكريم لخلال 40 سنة الماضية، ولن تنطلي علينا كلمة يقولها الآن السيد ظريف. مراقبون وصفوا التراجع الإيراني بأنه جاء بعد الحشود العسكرية المتزايدة في المنطقة والتي تهدف للتصدي لخطر إيران. عندما يشعر النظام الإيراني أن الضغط زاد على النظام وأن هناك يعني قوة لم يستطيع أن يردها، يسعى بالتأكيد إلى المناورة. التراجع الإيراني يأتي أيضا على وقع عقد قمم طارئة بمكة المكرمة تبحث طرق التصدي للإرهاب الإيراني في المنطقة. واضح أنه أن المملكة العربية السعودية قد حسمت أمرها حيال مواجهة الصرف الإيراني، لكنها تريد أن تتسلح بموقف عربي موحد. المعاهدة الإيرانية المزعومة ما هي إلا مناورة من نظام أصبح مطوقا بالعقوبات والحشود العسكرية ويواجه إجماعا عربيا بضرورة ردعه وإيقافه عند حده. والمملكة العربية السعودية لا تريد حربا في المنطقة ولا تسعى إلى ذلك، وفي الوقت ذاته تؤكد أنها في حال اختيار الطرف الآخر الحرب فإن المملكة سترد على ذلك وبكل قوة وحزم.